يسعد صباحك. يسعد صباح الفرح. صباحك يا رب، صباح الخير لكل السوريين، لكل الناس وين ما كانوا موجودين، لكل حدا قال يا رب بلش نهاره بتفاؤل كثير كبير رغم كل هي الظروف الصعبه، لكن اكيد مستمرين باراده الحياه وانه بكره اكيد رح يكون احلى اجمل ويحمل معه كثير من الانفراجات. مثل ما تعودنا بساعه وربع من الوقت رح نرافقكم مع ضيوف اختصاصيين، نتمنى يلي قادر يشاهدنا اكيد يتابعنا، ولا كل سؤال او استفسار يراسلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. برجع لعند سلمى. صباحك مره ثانيه. يسعد صباحك فرح، وصباح الخير لكل مين انضم لنا بمحطاتنا الصباحيه لليوم. اليوم هيك حديث الناس كان حديث كروي باعتبار اليوم افتتاح المونديال، هالحدث اللي بيستناه كل الناس حول الكرة الأرضية طبعا، وأكيد محبين الرياضة رح يكونوا متحبين للرياضة وخصوصا كرة القدم. حلوة سلمى الحالة الاجتماعية يلي بتعملها، وقديش الناس يمكن بتشجع وبتتفاعل مع بعضها، بتعمل حالة جو حلو. أكيد فرح، وفي بعض يمكن أرينا كمان ما بيخلى الموضوع من الحديث على السوشيال ميديا عن كيف الاستعدادات والإبهار اللي موجود هناك، وخصوصا يمكن في تعليقات إجت شوي سلبية عن طبعا المكان اللي رح يكون موجود فيه المونديال، وبعض مثل ما بيقولوا زيادة الحكي عن اللزوم عن كيف رح يكون الاستعداد بهي الدولة. خلينا نشوف اليوم البزخ سلمى الكبيرة يلي تماما بوضع الوطن العربي كله عم بيعاني من أزمات، والأرقام الخيالية اللي اندفعت على صحيح تجهيزات خلينا نقول للمونديال. صحيح، نتمنى طبعا لكل عشاق كرة القدم اليوم متابعة لطيفة للمونديال بافتتاحه. أما نحن بمشوارنا الصباحي فرح نبدأ مع بعض التفاصيل الخاصة بحياتنا اليومية مع ضيوفنا، ولكن بعد ما نصبح عليكم بغنية. نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال، يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال. نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال، يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال. نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال، يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال. قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا، قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا، يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا، يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا، يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا. وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال، نسم هوى الغرب معنا ومن كلمة بيلحظ على المعنى، شو ما إلا بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ على المعنى، شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوة خطوة بينقل معنا، شو ما عملنا بيطاوعنا خطوة خطوة بينقل معنا، شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوة خطوة بينقل معنا. وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال، نسم هوى الغرب ينسم والقمر والبداية سلمى مثل ما تعودنا ببرنامجنا المعلومات الجديدة يلي ممكن تكون غريبة ببعض الأوقات، خلونا نتابعها بالتقرير التالي. هل تعلم أن مرونة عدسة العين الطبيعية تقل بعد سن 40 تدريجياً حتى تختفي تماماً في سن 55 عام؟ لذا يحتاج كبار السن لزيادة مقاس العدسة الموجبة بعد سن 40 لرؤية الأشياء القريبة بصورة أفضل. وهل تعلم بأن الشاي مفيد لصحة الفم واللثة؟ فهو يحوي على الفلورايد الذي يحمي الأسنان. هل تعلم بأن حفنة من اللوز تزن حوالي 25 جرام؟
توفر للإنسان حوالي 12% من البروتينات اللازمة لصحته اليومية، وحوالي 35% من الفيتامين إي و25 جرام من الكالسيوم. وهل تعلم بأن الثوم والبصل علاج شاف الكثير من الأمراض؟ حيث أنهما يحتويان على مركبات السليفايد الكبريت. هذه المركبات تعمل على إبعاد خطر الجلطة الدموية، كما أنها تخفض من مستوى الكوليسترول في الدم. أخيراً، هل تعلم بأن زيت الزيتون يرفع نسبة الكوليسترول المفيد في الدم ويخفض نسبة الضار؟ أما هلا فرح، رح ننتقل لمبادرة فكر لسوريا بمرحلتها الثالثة عبر مخيمات حوارية أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في المدينة الجامعية بمساكن برزة، وتفاصيل أوفى بتقرير زميلنا ماهر رجب. بمشاركة 100 طالب وطالبة من المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا، تتواصل فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة فكر لسوريا التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في المدينة الجامعية بمساكن برزة بدمشق. اليوم نحن موجودين بمبادرة فكر لسوريا المرحلة الثالثة، المبادرة اللي نفذها الاتحاد ضمن مهامه ومسؤولياته تجاه شريحة اللي نحن بنمثلها، هي شريحة الطلاب، شريحة شباب سوريا. اليوم نحن معنيين بهذا الدور لحتى نحن كشباب سوريا ما نكتفي فقط بموضوع نحن نطرح المشاكل، وإنما نحن بنفكر سوا وبنطرح الأفكار ونبني على أفكار بعض لحتى نوصف مشاكلنا بشكل صحيح، وبنفس الوقت نروح بإيجاد حلول لهي المشاكل. المرحلة تتضمن 4 مخيمات حوارية شبابية متخصصة تركز على أهمية الحوار وأثره على مسار التنوع وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية ودور الشباب في التنمية المحلية وتفعيل الدور الثقافي للتغيير وبناء الفرد والمجتمع ورؤية الشباب لتطوير منظومة التعليم العالي. مخيم فكر لسوريا هو المرحلة الثالثة، سبقتها خطوات بدأت بمرحلة افتراضية ثم جلسات حوارية على مستوى الجامعات. اليوم نحن نلتقي بمخيم مركزي نعقد هذه الجلسات الحوارية ضمن 4 محاور، المشارك اليوم في محور تطوير منظومة التعليم العالي. طبعا تم اختيار كلمة فكر لسوريا دليل على العقل السوري هو عقل مبدع خلاق، ويمكن استثمار طاقات هذه الشباب في اقتراح أفكار، آراء، مشاريع عمل ليتم تبنيها ورقة مخرجات لهذا المحور ومن ثم تطبيق على أرض الواقع. عم نحط برامج عمل، وإن شاء الله يعني رح يصير في لقاء مع جهات حكومية تتبنى هاي الأفكار اللي عم نحطها كمشروع عمل. هدفنا إنه نفيد سوريا ونفيد شبابها، وإن شاء الله نطلع بمخرجات جيدة. جينا لهون بنتحاور بالمحور الثقافة وكيف نحن فينا نفعله ضمن إنه الفرد والمجتمع. نحن عم نحاول نتوصل لأفكار شوي تكون غير تقليدية، تكون مبتكرة جدا كرمال نحن نقدر نأثر بالمجتمع بشكل عام. تحاورنا على كذا فكرة وإسا عم نطالع أفكار وعم نتقابل مع ناس وعم نروح نزور أماكن بتعزز الثقافة، ونحن فينا ناخذ منها ونستفيد من أبحاث كتير فيها. طبعا نحن هون بورشات العمل اللي اشتغلناها في تنوع كبير، في أفكار كتير جدا رائعة تتمحور جميعها نحو الابتكار، نحو التنمية المستدامة، نحو تأمين فرص عمل غير تقليدية. مبادرة فكر لسوريا تهدف إلى فتح حوار الأفكار بين السوريين لتطويرها وتنفيذ الممكن منها والعمل عليها. ولفقراتنا سلمى اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم مع هذا التطور الكتير كبير اللي عم نشوفه والحاجة الكبيرة لتطوير وتنمية مهارات الأفراد. يمكن صار ضرورة كتير كبيرة نركز على عملية التعليم ونطور من أساليبها بشكل كتير كبير. مثل ما نعرف سلمى، ما بقى الأستاذ أو المعلم هو محور العملية التعليمية، لا، تم إشراك الطلاب بشكل كتير كبير لحتى يصيروا هن المحور بعملية التعليم، لحتى نحط خطة تعليمية ناجحة يشارك فيها الأستاذ والطالب بنفس الوقت. أكيد فرح، والمعلم بيلعب دور بأنه هو اللي بيصير عند طلابه الحب للتعلم والحب أيضا للاستقصاء والبحث والمشاركة وفنون النقد بطريقة إيجابية طبعا من أجل التعلم. اليوم عم نشوف كتير من الطلاب عندهم حالة نقد لحالة التعليم بشكل عام، وأحيانا المعلمين كمان عم نشوف عندهم نفس هي الحالة، ولكن كيف ممكن يكون المعلم هو البوصلة
لتوجيه هاي العملية ولحتى يرجع حب الطالب للعملية التعليمية بشكل عام؟ كل هالأسئلة رح يجيبنا عليها ضيفنا لليوم بالاستوديو الأستاذ محمد محسن سعيد، وهو مدير مدرسة ابن كثير الدمشقي العامة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا أستاذ محسن. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بذاكرتنا يمكن قديش كان الأستاذ هو محور العملية التعليمية، هو القائد بخلال الصف واللي بحط الخطة الناجحة. اليوم خلينا نعرف شو دور المعلم بالعملية التعليمية، هل ما زال هو القائد، هل هو ما زال محور العملية التعليمية، أم أصبح في شركاء أساسيين بهي العملية؟ طبعا أول شيء بداية صباح الخير. المعلم لا شك هو الأساس، ولكن نعم. الآن وجدنا أن التلميذ بات هو الأساس أكثر فهم التعليمية، فالمعلم هنا يضع بعض الأنشطة ويطلع التلاميذ عليها، من خلال هذه الأنشطة يقوم التلاميذ بتنفيذها، فهنا يبرز دور التلميذ بأنه هو الأساس في العملية التعليمية. إذا ليس فقط المعلم، ولكن هناك وجدنا أن التلميذ هو لابد أن يكون هو الأساس، لأنه لولا التلميذ لما نجحت هذه العملية التعليمية ولما نجح هذا المعلم. فهذا التلميذ، نجاح التلميذ يعكس نجاح المعلم. نعم. طيب أستاذ، اليوم خلينا نحكي عن التعليم التفاعلي اللي صار موجود ولو بأبسط الوسائل، فينا نقول اللي هو النقاش والحوار بين الأستاذ والتلميذ. كيف بلشتوا تفعلوا بالمدارس؟ النقاش والحوار هنا عندما يعطي المعلم الأريحية للتلميذ، وعندما يعطي المعلم الثقة للتلميذ. وهنا أيضا نلاحظ أيضا المعلم عندما أدرك دور التلميذ بدأ يعطي له دورا بناء في الحوار. هذا الحوار طبعا هو الذي يساهم في تطوير العملية التعليمية. هذا الحوار طبعا لابد للمعلم أن يقوم به، لأنه طبعا هو السبيل للارتقاء بالعملية التعليمية. نعم. يعني استاذ منشوف بعض الاحيان يمكن استاذ يعني قادر انه يعمل حاله من النجاح عند الطلاب وحب للماده نفسها، وبعض الاساتذه يمكن منشوف هذا الشيء اقل عنده. هون السبب هل هو فروقات فرديه بين الاساتذه، هل هو يمكن اختلاف بطريقه التعامل؟ شو السبب اللي منشوف هي الحاله يمكن بكل مدرسه؟ حتى بذاكرتنا نحن بنتذكر انه كنا نحب ماده معينه، وبعض المواد أوقات يمكن مو نفس المحبة لهي المادة. لا، أنا برأيي نجاح المعلم أولا وآخرا يتوقف على حب التلميذ لمعلمه. عندما يعشق التلميذ ويحب معلمه فيحب المادة، وبالتالي يتعلق بهذه المادة وبالتالي يبدع بها. فعلى المعلم أولا وآخرا أن يجذب التلميذ إليه. عندما يجذب التلميذ إليه فإن المعلم هنا قد نجاحا كبيرا. هنا طبعا نصف العملية التعليمية هو أن يجذب المعلم التلميذ إليه. مجرد ما أحب التلميذ المعلم أحب مادته وأبدع في مادته. طيب أستاذ، يعني اليوم أنت حضرتك عم تحكي عن عملية الجذب للطالب، نحن عم نشوف كتير طلاب هلأ صار في هيك عوامل خارجية كمان بتأثر عليهم، ما عاد بس ذهابهم للمدرسة، صار في مواقع التواصل الاجتماعي، الموبايل وغيرها من القصص اللي أحياناً بتشتت انتباه الطالب والعملية التعليمية. شو الوسائل اللي ممكن من خلالها الأستاذ يرجع يحفز الطالب أنه هو يكون محب لهي الحصة الدرسية؟ تشويق الطالب المادي، تشويق الطالب المادي، ودمج التعليم بالتكنولوجيا، هذا شيء كبير يجعل التلميذ يعشق المادة. أنا لي ملاحظة على الأهل، هذه طبعا الجوالات أو الموبايلات أو الهاتف المحمول بأيدي الطلاب، هذا الهاتف أو الجوال ساهم أو سبب كبيرا في تراجع العملية التعليمية، سبب تراجعا في مستوى الطلاب، حيث أننا نجد الطالب وهو في القاعة الدرسية والجوال طبعا في يده طبعا، وقد تشتت عن المعلم ولا ينتبه المعلم. لذلك نحن علينا أن طبعا أن يكون الطالب انتباهه للمعلم، فالمعلم هنا طبعا من خلال
أفكاري ومن خلال معلوماتي ومن خلال ربط التكنولوجيا بالتعليم يستطيع أن يجذب الطالب أكثر إليه. أحياناً أستاذ نصادف كتير أوقات مثل ما قلنا بعض الأساتذة يمكن اللي قادرين يحققوا عناصر الجذب إن كان للطلاب، قادرين على إنجاح العملية التعليمية بشكل كتير كبير، لكن بعض الأساتذة نشوف في حالة تقصير نوعاً ما، إن كان بطريقة الإعطاء إن كان بالالتزام بأي تفصيل. حضرتكم كإدارة كيف بيكون التعامل مع الأساتذة والمعلمين من نقد وتوجيه لإصلاح هي العملية؟ طبعا بالتاكيد ليس كل المعلمين اكيد ليس كل المعلمين نفس السويه. هناك بعض المعلمون وبعض المعلمين طبعا اقل مستوى عن البعض، ولكن عندما نلحظ ان هذا المعلم مقصرا في مادته، طبعا نحن من خلال حضور الدروس الدوريه لدى المعلم، واذا لمست اي تقصير نقوم بتوجيه المعلم نحو هذا التقصير، وايضا نحن من خلال بعض الملاحظات التي تردنا من أولياء الأمور، فعندما ترد الملاحظة أولياء الأمور حول ذاك المعلم فنحن نقوم بتوجيه المعلم ونضاعف الدروس وحضور الدروس عند هذا المعلم. نسبة النجاح أو لدى الطلاب ممكن تعكس نجاح المعلم برأيكم كإدارة؟ طبعا بالتأكيد نجاح التلاميذ وتفوق التلاميذ في هذه المادة يعكس مدى تفوق الأستاذ في هذه المادة، ومدى أنه يتبع طريقة ناجحة في إعطاء المادة. كمان أستاذ اليوم حكينا أنه الطالب صار هو يعني شريك بنجاح العملية التعليمية، ما فينا ننكر بعض الطلاب بيكونوا متميزين متفوقين، وبعض الطلاب بيكونوا شوي يعني اللي بنسميهم مشاغبين. اليوم الطالب المشاغب ممكن يأثر على مجموعة كبيرة من زملائه بقلب الحصة الدرسية، كيف بيتم التعامل معه؟ هل لساتنا عم نتعامل بالطريقة التقليدية اللي هي أحياناً البعض كان يعنفهم، البعض كان يخرجهم من الصف، أو في محاولة لجذب هذا الطالب المشاغب؟ لا بالتأكيد هذه الآن نحن في عملية تعليمية حديثة، نحن الآن لدينا الإرشاد بالتعاون مع المعلم يقوم بتوجيه التلميذ نحو السلوك الصحيح، وبالتالي هذا التلميذ بالتأكيد توجيهات المعلم وتوجيهات الإرشاد فأنه لابد أن يتخلى عن هذا السلوك السلبي الذي كان هو سبب في الحلقة الأزلة لزملائي في القاعة الصفية. فهذا توجيهات المعلم، هناك معلمون كالأب الحنون، وهذا التلميذ عندما يستمع لنصائح المعلم فأنه بالتأكيد سيتغير وسيختلف هذا السلوك الذي كان يسلكه في السابق. فهناك بالتعاون بين الإرشاد وبين المعلم هذا الطالب لابد أن يعود إلى السلوك الصحيح. خلينا نوضح اليوم أهمية يمكن اجتماع لأولياء الأمور بالمدرسة وتبادل وجهات النظر بين الأهالي وبين الكادر التعليمي بقيادة مدير المدرسة، طبعا التركيز على كثير من النقاط يمكن يلي بيغفل عنها شوي الأستاذ أو حتى بعض النقاط بنفسية الطلاب يلي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نحن مع اجتماع أولياء الأمور، يعني اجتماع أولياء الأمور هناك بعض الملاحظات لذوي الطلاب علينا أن نسمعها، هناك بعض الملاحظات يقوم الأهالي طبعا بعدم إبلاغها للمدرسة طبعا، ولكن إبلاغ هذه الملاحظات شيء هام وضروري. فهذه الملاحظات في اجتماع أولياء الأمور توجه هذه الملاحظات لإدارة المدرسة للمعلمات، وبالتالي نحن طبعا نوجه المعلم إلى نحو الطريق الصحيح. فالملاحظات التي تأتينا خلال اجتماع أولياء الأمور نعمل على تجنبها في المستقبل، فإذا كان الأستاذ هناك بعض ملاحظات على الأستاذ نقوم بتبليغه إياها. فاجتماع أولياء الأمور اجتماع رائع جدا وهام وضروري جدا في كل مدرسة، ليس فقط من ناحية التعليمية حتى أيضا من ناحية التربوية، هناك الكثير من الأطفال نحن يصعب علينا التواصل مع ذويهم، لذلك في اجتماع أولياء الأمور نتواصل معهم وطبعا نوجه لهم الملاحظات حول
ذاك التلميذ. فاجتماع أولياء الأمور اجتماع هام وضروري، وعلى المدرسة أن تعقده لو كل عام مرتين. نعم كمان أستاذ، يعني هذا اللي خليني أقول العلاقة المشتركة بينكم وبين الأهل أو بين الطالب هي أساس لحتى تنتقل المرحلة التعليمية لشكل أفضل. اليوم صرنا عم نشوف يمكن تنحو وزارة التربية والتعليم نحو تدريب وتأهيل المدرسين، إشراك الطلاب دائما بورشات، أحيانا تنعمل بالفصل بين الفصل الأول والفصل الثاني. أهمية أيضا هاي النشاطات بتحسين العملية التعليمية. طبعا تقوم التربية بإقامة نشاطات في المدرسة، هذه النشاطات طبعا يبدع بها الطلاب، وعندما طبعا نلاحظ الطلاب عندما يقوم بهذه الأنشطة يفرغون تلك الطاقات من خلال هذه الأنشطة. هذه الأنشطة الجميلة والرائعة تجعل من الطالب أنه متعلقا أكثر بمدرسته، متعلقا أكثر بمعلمه، متعلقا أكثر مع رفاقه من أجل هذه النشاطات. فهذه النشاطات التي تقوم في المدرسة تعمل على دمج الطالب مع رفاقه ومحبة أكثر لرفاقه، أيضا تجعل منه تلميذا مجدا، تلميذا نشيطا. هذه الأنشطة هي اسمها أنشطة، فهي هذه الأنشطة ترفع من مستواه الثقافي والعلمي، وحتى أيضا السلوك. هذا السلوك إذا كان هناك سلوك، فهذا السلوك يجعله أكثر اجتماعيا مع رفاقه. أستاذ اليوم بصفتك مدير مدرسة حكومية، مدرسة عامة، اليوم كيف بتصنف يمكن التعليم بهي المدارس، خاصة أنه يمكن في رغبة شوية من الأهالي اليوم بالاتجاه للمدارس الخاصة، بعض الأهالي طبعا ما فينا ننكر بالمقابل حالة التفوق الكبيرة اللي شفناها من المدارس الحكومية، وبصفتك مدير شو هي ممكن الصعوبات اللي ممكن أتواجهوها بهي المدارس؟ نحن في مدارسنا الحكومية هناك معلمون رائعون جدا ومعلمات متميزات جدا طبعا، ولاحظنا عندما وفد إلينا الكثير من الطلاب من المدارس الخاصة وجدوا أن هذه المدارس لا تقل شأنا عن المدارس الخاصة. لذلك الآن نجد انتقال كثير من الطلاب الخاصة إلى المدارس العامة، فنحن طبعا ليس الموضوع موضوع أن هذه المدرسة الخاصة تعطي التلميذ دروسا أكثر أو أنشطة أكثر، بالعكس نحن في المدرسة الحكومية لدينا أنشطة كثيرة ولدينا فعاليات كثيرة، ولدينا أكبر دليل على ذلك الطالبة شام التي أبدعت وتميزت على مستوى الوطن العربي، لم تكن في مدرسة خاصة فكانت في مدرسة حكومية. نعم يعني الأمثلة كتير، ويمكن نحن سابقا تحدثنا عن المدرسة ابن الكثير الدمشقي والنشاطات اللي بتقوم فيها والطريقة المتميزة بتعليم الطلاب، مع أنها هي مدرسة ليست خاصة، هي مدرسة حكومية. خلينا نحكي عن الوسائل اللي دائما بتحاول تجددوا وتدخلوها على المدرسة. نحن في مدرستنا الشيء الجديد في مدرستنا هو أن المعلمات تتبعنا اسلوب رائع مع الطلاب، فكل عام نلاحظ اقبال على المدرسه بسبب اسلوب المعلمات الرائع مع الطلاب مع التلاميذ. اضف الى ذلك نقوم ببعض الانشطه، هذه الانشطه الجديده كل عام تشجع الاهالي بالتسجيل والانتقال الى مدرستنا. لذلك نحن بصراحه لدينا ضغط كبير على المدرسه، فهذا الضغط جاء من خلال اسلوب المعلمات الرائع في المدرسه ومن خلال الانشطه التي يقمنا بها. فهذه الانشطه كانت سببا في هذا الضغط الكبير على المدرسه، وخصوصا في انشطه الطلاع. في انشطه الطلاع هناك المعلمات يقمن بانشطه كثيره وجميله ومحببه للتلاميذ، هذا ما دفعهم طبعا دفع ذوي الطلاب للرغبة في الانتقال إلى مدرستنا.
نعم استاذ اليوم، اذا من بدنا نوجه كلمه ان كان لاولياء الامور او حتى للمعلمين المتواجدين دائما باماكن عملهم، شو تحب توجه لهم كلمه لتكامل العمليه التعليميه لحتى نضمن نجاح وتفوق الطلاب؟ اولا للمعلمين، انا اشكر المعلمين لانهم يبذلون جهدا كبيرا، ولكن انا اطلب من المعلمين ايضا مضاعفه الجهود اكثر وتحبيب التلاميذ بهم من اجل رفع سويه العمليه التعليميه ومن اجل جذب التلاميذ الى المدرسه. اما بالنسبه لاولياء الامور، ارجو منهم المتابعه الدوريه لابنائهم، الزيارات، ان يقوموا بزياره دوريه للمدرسه لاطمئنان على ولدهم، لمعرفه حال ولدهم، مستوى التعليم لولدهم، ان كان هناك بعض الملاحظات على ولدهم فهذا لا يقوم الا من خلال الزياره الدوريه. اما ان يقطعوا المدرسه بشكل كبير فهذا طبعا ينعكس سلبا على التلميذ، فالتلميذ يدرك بان الاولياء او مثلا والده غير مبالي به، فهذا التلميذ سيزداد شغبا وسيزداد عنفا في المدرسه. اما اذا كان هناك زياره دوريه هذا الطالب فانه سيلتزم اكثر وسيكون منضبط اكثر. واتمنى من اولياء الامور اثناء زياره المدرسه ان يلتزموا بمواعيد محدده لزياره المدرسه، يعني انا مثلا محددين مثلا يوم اثنين وخميس زياره المدرسه. هناك بعض اولياء الامور ياتون الى المدرسه مثلا يوم الثلاثاء واثناء الحصه الدرسيه ويطالبون بمشاهده المعلمه، ونحن لا نستطيع في اي لحظه ان نقوم بطلب المعلم من الصف من اجل مقابله الامر الطلاب، لان هذه الحصه الدرسيه محسوبه او هي من حق التلميذ وليس من حق ولي امر الطالب. علينا اولياء الامور ان يلتزموا بالمواعيد المحدده. اكيد بدنا نشكرك كثير استاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم، ونتمنى اكيد دائما العمليه التعليميه تصير بافضل حال لطلابنا. شكرا لك. شكرا لك مره ثانيه استاذ، اتمنى لك نهار حلو. شكرا كثير كمان لكل المعلمين بكل المدارس سواء الحكوميه او حتى المدارس الخاصه، لكل المعلمين اللي عم يقوموا بهي الرساله الانسانيه الكبيره. شكرا لك استاذ. أما هلأ مشاهدينا فننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية المحلية والعالمية مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرح. صباح الخير سلمى. مشاهدينا مجزلية أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أعلن مصدر أمني في درع العثور على جثث قتلى أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في حي طريق السد في درع خلال عمليات التفتيش المستمرة. وقال المصدر بأنه تم القضاء على العديد من عناصر التنظيم من بينهم الإرهابي محمد قاسم صباحي، وهو منفذ للعديد من الجرائم والمجازر في المحافظة، وأبرزها مجزرة مخفر الشرطة في المزاريب بريف درع الغربي التي راح ضحيتها 9 من عناصر الشرطة. هاجمت مجموعات من المستوطنين بقيادة عضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن غفير وحماية قوات الاحتلال الفلسطينيين وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم طفلة. واعتدى المستوطنون على المحال التجارية والمنازل في أحياء تل الرميدة وجبارة وشارع الشهداء وشارع الشلال الأوسط بحماية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. وحينما حاول الفلسطينيون صد الهجوم قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاههم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العمل على استصدار قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها. وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني في طهران أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت إجراءات غير بناءة بينما قام
قبل أسبوعين وفد يضم مسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بزيارة إلى فيينا، واتفقوا على تعاون أقوى بين إيران والوكالة، ولكن من أجل التأثير على الوضع الداخلي وممارسة الضغوط القصوى وضعت أمريكا قرارا ضد إيران على الطاولة واستغلت الوكالة مرة أخرى. دعا نائب فرنسي باريس للتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة لتفويت الفرصة على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة. وأوضح النائب أن استغلال زيلينسكي لحادثة الصواريخ التي سقطت على بولندا وتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا للإيقاع بينها وبين حلف الناتو تصرف جنوني كاد أن يوقع العالم في شباك حرب عالمية ثالثة. ووصف زيلينسكي بالشخص الخطير وحث الغرب على الكف عن دعم نظامه وتزويده بالأسلحة والسعي الجاد لحل الأزمة بالطرق السلمية. ختام الموجز، والآن عودة إليك فرح. شكرا لك شيرين وبقية نهار حلو لإلك. وهلأ سلمى مكملين أكيد بفقرتنا التالية. أكيد فرح رح نحكي عن شيء بخص كل الناس، الرياضة والأنشطة الرياضية اللي هي لها كتير طبعا مزايا، وبنسمع عنها قدي ممكن تفيد بالصحة وقدي هي ضرورية لحتى الشخص أحيانا يتخلص من التوتر والقلق وكتير مشاكل. لكن اليوم رح نحكي عن جانب شوي عن بعض التمارين الرياضية اللي هي ممكن ما تكون كتير جيدة أو مناسبة بالشكل للمرأة، ونحكي عن الأفضل دائما. كل هاي المعلومات مع ضيفتنا الاختصاصية الكوتش هديل سعيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير كوتش. صباح الخير. أول شيء خلينا نتفق أنه هل في رياضات معينة المفروض على المرأة مثل ما بنقول ما تقرب عليها، أو كل الرياضات هي متاحة للمرأة على حد سواء شو من كانت الرياضة؟ تمام. هلأ أي شخص صحي وسليم كل الرياضات بتناسبه، بس في هلأ أنا بروح مثلاً على الجيم في عندي إصابة، المرأة بيكون عندها إصابة بدها تروح تلعب، فأنا هون في رياضات ما بتناسبها وغير مناسبة لإلها، هون إجباري رح يكون في مختص يلاحق الحالة اللي هي فيها وتلعبها. هلأ أنا برأيي الشيء المو مناسب مثلاً مثل المصارعة، يعني كشكل وك يعني بالنظر أنه ما حلو للمرأة، رفع الأثقال الكتيرة كمان ما حلو. أنا كمان سيدات في بس هي كشكل ما حلو. بتشوفي في إقبال على هدول الرياضتين أو بشكل خفيف؟ هلأ صار في بطولات عالمية لإلها، بس نحن عم نحكي كشكل أنه للمرأة أبداً مو منيح. هلا هي المرأة لما بدها تاخذ قرار انه هي تلعب هي الرياضة بالذات، فبدها تكون انه هي دارسها من جميع الجوانب ومقتنعة فيها وقادرة انه هي تتحمل العبء اللي بده يكون عليها، ويعني في لها اضرار، فهي بتكون خلص انه اخذة القرار المحتمل انه هي بدها تتحمل. طيب كوتش خلينا نحكي عن السن. اليوم في كتير سيدات بيبلشوا رياضة من عمر مبكر فبيكون مثل ما بيقولوا بيمتلكوا جسم رياضي، وفي سيدات بعمر متأخر بيقرروا انه انا بدي العب رياضة. في منهم ممكن يكون عندهم أمراض مثل ديسك غيره بدانة، هل بتقدر أي سيدة بأي وقت انه هي تمارس رياضة ولا لا كمان لازم شوي شوي تتدرج؟ هلا تمام كل الأعمار فيها مارس الرياضة، بس هون بيصير في فرق. هلأ طبعا أنا تحت العشرينات اللياقة والمرونة والقدرة البدنية والحمل التدريبي بتكون عالية، فرق عن الأربعين فوق الأربعين. هلأ أنا لما بدأ تيجي لعندي مثلا بعمر الأربعين وطالع بدأ تلعب جمباز ما بيمشي الحال مثلا نفترض، لأنه هون هي بدأ تكون عندها مرونة كبيرة، قدرة التحمل عندها كبيرة، فهون ما بيمشي الحال، فأنا بلجأ للرياضة تانية. هلأ في فرق أنه مثلا عندك رياضة الجمباز بتمارسيها من عمر مثلا بعمر الصغر لو طالع، هون خلص عندك مرونة الجسم كتير منيحة بتقدر تتحكمي فيها، أما مرونة اللي بيكون بسنهم كبير ما فيك تتحكمي فيها، بدك تلجأي للرياضة مختصة معينة لإلها، بدك تبلشي تلعبيها رياضة تدريجيا تعطيها القدرة التدريبية بشكل منيح لإلها بحيث لا هي تنضر وبحيث تستفاد.
كوتش اليوم لما بتجي اي صبيه خاصه الصبايا اللي مثل ما بنقول دخلوا على حياه الرياضه عن جديد وحبوا يغيروا بشكل جسمهم، قد ايه ممكن تنصحيهم بانواع رياضه معينه انه نحن نتبعها مع نظام غذائي معين، وقد ايه ممكن تنصحيهم الابتعاد عن بعض التمارين الرياضيه اللي ممكن تعطي يمكن نتائج سلبيه؟ هلا انا برايي البنات بشكل عام يلجأوا لرياضه الايروبيك والزومبا، هي بتحرق كثير سعرات حراريه، بتساعد لتعطي لياقه بشكل كثير حلو للجسم. هلا انا بتجي عندنا هون في فرق، مثلا عندك بالايروبيك بدك تبلشي فيها تدريجيا، كمان في عندك مستويات، مستوى مبتدئ متوسط عالي، نحن كل مرحله من هي المرحلات بنعطيها تمرين خاص فيها، ما فينا نعطي المبتدئ مثل المبدع يعني او العالي، في هون بقى بتصير في تمارين مختلفة لإلها بنعطيهم ياهم بحيث انه هنن الخبرة بتلعب دور بمستوى الصبية ولا قدرتها البدنية ولا شو هو اللي بيحدد مستوى الصبية بالايروبيك او الزومبا ان كان مبتدئ او متوسط او حتى متقدم؟ تمام، هلا اللي بيحدد مستواها هو الشكل واللياقة اللي عندها. هلا في عندك على فكرة ما دخل، هو انا بحس انه ما دخل سمين ولا نحيف، في عندك كثير سمان عنده اللياقة بدنية فظيعة، يعني انا بعرف وحدة يعني صحة بترسخ على الاخير بالجمباز، يعني عندها لياقة بدنية عالية، بس هي بترجع للليفت الموجود بالشخص، هو اللي بيحدد هي اذا انا عندي لياقة بدنية عالية او لا. طبعا بيصير باي تمرين بده يفوته، اول شيء بده يفوت المتدرب بده يلعب، بيصير في مثل تجربه، بدك تعرفي هذا قادر انه يلعب صح او عنده مرونه او لياقه كبيره، فانا هون بحدد مستوى الشخص بالقدره التدريبيه، وانا بعرف انه اذا هذا شخص منيح ولا لا، هون انا بحدد اذا مستواه عالي او متوسط او مبتدئ. فهلا نحن اي تمرين بدك تبلشي، بدك تبلشي باحماق قولا واحدا، هون ببلش يتهيئ الجسم، بعدين بدك تفوتي بالتمرين يوم عن يوم، انت بتحسي المبتدئ بيصير متوسط، المتوسط بيصير عالي، بيصير بقى في يعني بينتقل خطوه لقدام. كوتش كمان في سيدات بيلجأوا لتمارين معينه اللي هي تعمل مثل نحت للجسم، يعني تمام. في سيدات تقول لك انا ما بحب العب مثلا على البسكليت لانه هي مثلا بتساعد على انه تعمل ارداف، تمام. او مثلا ما بتحرق زياده، فبيحاولوا دائما يدوروا على انواع معينه من التمارين اللي هي بتساعد على تحسين شكل جسمهم. شو بتشوفي الافضل لمثل ما بيقولوا الديفوهات اللي موجوده بالجسم؟ تمام، حكينا هلا قبل، هي الايروبيك والزومبا بتساعد على نحت الجسم بشكل كبير، يعني هي بتحرك كل مفاصل الجسم، ما في يعني شيء محدد، كلياتهم بتنحتهم بشكل كثير حلو وبيعطي رشاقه. الايروبيك هي لما انت بتلعبيها عم تتحركي على الستيب بشكل اسرع، بشكل اقوى، كل مفاصلك كلها عم تتحرك، وخاصه هي الديفويات اللي عم تحكي عليها. هلا في كمان عندنا مثلا عندنا السكوات بالنسبه للرجلين، احنا اذا بنلعبها بتعطي كمان شكل ومظهر لائق احسن من اي تمرين ثاني. عندي انا الزومبا لما بدي ارقص وهيك كمان بتساعد على الشد، على الحرق بشكل اكبر. انا يفضل انه يندمجوا هاي الرياضتين الايروبيك والزومبا سوا، يعني مثلا 3 ايام هون 3 ايام هون، لانه عندك انت الاثنين عم يحرقوا وبدك شيء ليشد كمان. هلا انه يفضل انه كمان يلعب الواحد يوم او يومين بالاسبوع حديد مشان يشد الجسم، لانه اي لعبه بدك تلعبيها هلا ان كان بالرقص او ان كان على الستيب او هيك عم بيصير في حرقه، بس الحديد طبعا اشراف طبعا مختص بيعرف انه شو الحاله اللي لازم يلعبها. هون بيكون كثير منيح لحتى يصير في نحت تم صحيح وشد بيخلي يعني الصبيه هي تنبسط. طيب كوتش برايك في رياضات معينه يمكن بتناسب كل عمر؟ يعني قلنا يمكن لياقه بنت العشرين يختلف عن لياقه سيده الاربعين، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع، افضل الرياضات للاعمار المبكره وافضل الرياضيات بنظرك، رياضات بنظرك ككوتش للنساء يمكن فوق 30 او فوق الاربعين.
هلا انا برايي الرياضات بعمر الصغير انا بحب انه يلجأوا اول شيء للسباحه، هي كثير مفيده، بتحرك كل عضلات الجسم، بتخلي الولد يعني بيربى مثل ما بيقولوا على اللياقه، وبيربى على انه خلص انا بلشت بشيء منيح بدي يكمل. كمان هلا في عندك هلا الاولاد اغلبهم الصبيان بيحبوا الفوتبول، البنات صارت تلجأ للرقص، انواع الرقص باشكالها، كمان للجمباز، في عندك للكاراتيه، الكارديو، هدول كلياتهم بيلعبوها منشان بيبنوا صح. الكبار هلا فينا كمان مثل ما حكينا قبل انه الايروبيك، الزومبا، الرقص كمان. هون انا بحس انه كل الرياضات ما فيك تفرقيها كبير ولا صغير، كل الرياضات بتلعب لاي عمر بيكون يعني، بس هون بترجع على حالة الشخص، مصاب بلعب هيك، مو مصاب بلعب بشي بيناسبني. هون كمان دور الكوتش انه ياخذ كل المعلومات. تمام، هو الاول والاخير هو الكوتش، هو المسؤول عن الحاله اللي بيكون عليها. بس احنا عم نجي اذا وحده ما دخلت جيم عم تلعب مثلا، نفترض هلا في عندهم ما عندهم وقت عم يلعبوا مثلا بالبيت، فهون ما راح يكون في كوتش، هي مسؤوليتها هي، فهي لازم تدير بالها بهذا الناحيه. اما اذا راحت على جيم طبعا اول والاخير هي مسؤوليه الكوتش. نعم. كمان كوتش خلينا نحكي عن بعض التمارين اللي هي بتتقاطع بين العلاج الفيزيائي وبين الرياضة. نحن بنعرف انه العلاج الفيزيائي اغلبه غير الجلسات، في تمارين رياضية معينة، اللي عنده مشكلة بالظهر في تمارين لتقوية الظهر، اللي عنده مشكلة احيانا ببعض المناطق بالحوض وغيرها، في تمارين بتنوصف من الكوتش. قديش لازم عدد التمارين اللي بينعمل؟ هون بيصير الجدل. احيانا المعالج الفيزيائي بيقول لك مثلا 20 ل 30 تمرين بالمرة الواحدة باليوم مناسب. كوتش الرياضة بيقول لا، لازم مثلا نعمل احماء مثلا 30 مرة وبالليل لازم نعمل مرة ثانية. شو بتشوفي المناسب؟ هلا انا برايي المناسب هون بدنا نشوف اللاعب هل هو بيتحمل انه يعمل 30 باليوم او 30 بالساعة او لا. فينا نقسمون؟ ايه طبعا. ناخذ نفس النتيجة؟ ايه طبعا. ما دخل انه انا هلا غلط، اكبر غلط انه انت مثلا تلعبي بساعة كل التمارين، يعني كل التمارين يكون عندك جهد عالي، هون انت بتنضري. انا ابدا ما لازم يصير انه اعطي انا جهد عالي، لان هون انا بدي انضر. لازم اقسم الاوقات والتمارين لساعات، او مثلا نفترض مثلا انا عندي 30 تمرين بعمل، فيني اعملهم 10 الصبح 10 الظهر 10 المساء، انا هون برتاح، ما بيصير في عندي انا تعب، لانه بده يصير هون في ارهاق وتوتر للشخص اللي عم يلعب، بده يصير في نوع مثل درجه من نوع الملل، او مثلا بيصير في عنده انه انا ما عاد بدي، تعبت، عرفتي كيف؟ فانا هون لازم السمون منشان اخذ انا النتيجه الصح. كوتش عم نحكي عن النتيجه الصح، قد ايه بتشوف الغذاء والتمارين الرياضيه يمكن كل واحد فيهم بيكمل الثاني وما فينا نستغنى عن اي جزء، خاصه انه في بعض السيد بيقولوا باكل شو ما بدي وبنزل بلعب ساعه بالرياضه بحرق كل شيء، قد ايه هذا المفهوم غلط؟ هل هي كثير غلط؟ لانه عندك انت اساسي هي النظام الغذائي، يعني ما فيكي انت مثل ما انت حكيتي انه تلعبي رياضه وتاكلي اي شيء، لا، طبعا هون بده يكون في نظام غذائي كثير صحيح وكثير منظم، انت تعرفي شو تاكلي. هلا لا يعني انا ما عليه مرق لي مثلا مره بالاسبوع الاكلات انا اللي بحبها، بس دائما بدي انا كتر من الخضروات، بدي كتر من السوائل لحتى انا استفاد وانزل اسرع. هلا في عالم كثير بتجي بتضل بالجيم شهور ما بتنزل، بس كمان انت ما لازم تكوني كمان متابعه نظامك الغذائي لحتى تنزلي اكثر. وبالوقت كمان كوتش في سيدات بيعتمدوا سياسه التجويع، يعني احنا بنلعب رياضه قد ما بنقدر، قد ما بنقدر بنكثر ساعات، قد ما بنقدر نحبس حالنا بالجيم، ولكن بنفس الوقت يمكن نحرم حالنا من الاكل، ممكن تصير حاله تجويع حقيقي. هي كمان ضرر، يعني هي لا كثرة الأكل مفيدة ولا قلة الأكل مفيدة، أنا لازم يكون نظام غذائي كتير مدروس وصح لحتى أنا أعرف أخذ النتيجة الصح، لحتى أنا يعني مثلا مثل ما قلتي ما فيكي تحرمي حالك من كل شيء، بس أنت عندك إرهاق، أنت وعم تلعبي ما عاد فيك بتعطي القدرة اللي بتعطيها بالتمرين، مثل أنت لما بتكوني عم تاكلي نظام غذائي صحيح تاخدي أنت هون النتيجة أسرع.
تمام. فهلا انا بتمنى انه دائما يكون في تنوع بالتمارين، ويكون في تنوع بالنظام الغذائي، ويكون بطريقه كثير صح منشان انا اخذ نتيجه اسرع. تمام. كمان كوش خلينا ناخذ هيك بعض النصائح للسيدات العاملات. في كثير سيدات بتقول لك انا ما عندي وقت اروح على نادي رياضه، عندي شغل، بعد الشغل عندي بيت ومسؤوليات، ولكن ضمن المنزل بعض الحركات اثناء حتى يمكن التنظيف او شيء هي تعتبر جزء من الرياضه. صح. مزبوط او لا؟ وفي بعض الدكاتره بينصحوا انه الوقوف لفترات طويله صح بيحرق وزن، بس هو بيعمل مشاكل مثل الدوالي طبعاً. وغيرها. لكن اذا يعني هذا الشيء كان معه رياضه فرح يخف هاي الاثار الجانبيه. شو هي التمارين اللي بتقدر تعملها ست البيت؟ هلا انا رح نحكي انه بالبيت مو بالجيم. اول شيء هي رح تكون مسؤوله عن حالها، لانه اي تمرين رح تساويه بدون اشراف مختص هي رح تنضر. هلا انا رح اعطيك التمارين السويديه اللي هي فيها تعملها بالبيت بدون اي اصابه. مثلا انا بدي امشي مشي بالبيت، مشي الركض بالمكان لمده ما بتتجاوز العشر دقائق 15 مفيدة. دقيقه مفيده. بس هون مثل ما قلت لك، بس انا بدي اكد بموضوع الجري انه ما يكون عندي اصابه بالمفاصل، لانه كثير انا بنضر فيها. يعني اول شيء بدي اتاكد منه باي رياضه بعملها سواء بالجيم او بالبيت انه انا ما يكون عندي اي اصابه. هون انا بعمل التمارين بكل سهوله واريحيه. فانا هون بعمل تمرين مثلا تمرين مشي، ركض، فيني اعمل تمارين الجزع، سكوات، الوسب بالمكان بشكل انه ما يضر المراه. انا هون باخذ برتاح نفسيا انه انا عم بلعب وعم بحرق وانا ماني قاعده يعني. بس هلا بالنسبه لاغلب كمان التمارين اللي بتنعمل بالبيت، في عندك تمارين المعده، البطن، الرجلين، الايدين، هي كلها بتنعمل بالبيت سواء على كرسي او انت واقفه. هيك انت بتكوني شغلتي حالك بالبيت، ولو كان ما عندك وقت تروحي على الجيم. وهلا صار في عنا على اليوتيوب كمان فيكي تاخدي تمارين على اليوتيوب وبتساويها كمان بالبيت. هي بتخليكي تمام يعني اذا ما عندها مجال تروح على النادي. تمام. اكيد كوتش هديل، شكرا على وجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك، نهارك حلو. شكرا لكم كمان. شكرا لك كوتش ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. اما هلا فرح رح نروح لمحطتنا التاليه وتحديدا اللاذقيه. رح ننتقل لرحله من الاراده والطموح تكتب قصه نجاح. طبعا الاب وجد حسين محمد ابن محافظه طرطوس اللي حصد ثمار تعبه ونجاحه واجازه بالحقوق من جامعه تشرين في اللاذقيه. تفاصيل مع مراسلنا مصطفى خدور. طلب العلم ولو في سن السبعين. حكاية أب وجد لديه أحفاد، رحلة الإرادة والطموح فيها تكتب قصة نجاح. حسين محمد ابن محافظة طرطوس يحصد ثمار تعبه نجاحا وإجازة في الحقوق من جامعة تشرين في اللاذقية. حصلت على أهلية التعليم سنة 1972، ومن ثم سجلت في الأدب العربي، تخرجت عام 2002. ثم تابعت دراسة الحقوق بعد التقاعد بسبع سنوات وأكملتها في عام 2022، ولله الحمد رغم الصعوبات التي مرت علي. ورغم هذا لم أكترث بها، مكترسا بقول توفيق الحكيم أنه من أراد هدف فليسعى إليه دون أي تلكع. الرسالة الحاب وصل للأجيال أنه لا حدا يعتذر ويقول أنه ما فيني الصعوبة. لا شيء مستحيل في حضن الكون، بشرط أن يجرؤ الإنسان على ارتقاء القمة. أكبر فخر إلي ومبسوطة كتير كتير، وأماني يعني لأولادي، لأولاد أولادي كلن بشجعهن أنن يقروا ويتخرجوا ويصيروا كلن. نحن حابين كل هالأشياء. أول الغيث قطرة، والتقدم في العمر لم يثنه عن متابعة التحصيل العلمي. طالب أبو عزام هو مثال
للإرادة الحقيقية، للإرادة الصلبية، للرغبة في تحصيل العلم، لأنه يحمل شهادة أدب عربي من عام 2002 وهو حقيقة مثقف ومعه شهادة، وحتى رجع تابع بالحقوق وحصل على شهادة الحقوق رغم أنه معرفته أنه هي يعني ما رح يستخدمها لغاية أنه والله الوظيفة العامة أو كذا، فقط العلم من أجل العلم. وجود العم أبو عزام بالمدرجات وبهالعمر هيدا كان عم يعطي دافع كتير كبير خلينا نقول زملاء الطلاب، مع أنه هني بالعمر في فارغ كبير، ممكن يكون في طلاب بعمر أحفاده، فهالوجود هيدا لإله كان عم يعطيهم دافع ويأكد لهم أنه يا أخي العمر هو مجرد رقم. هو كان مثال للطالب المجتهد الذي يعطي الدافع لباقي رفاقي من الطلاب أن يتابعوا مسيرتهم العلمية، لأن بالعلم نبني الأوطان. أبو عزام حلم لا ينتهي وخطى واثقة وثابتة للسير على دروب العلم والنجاح. أما فقرتنا هلأ سلمى رح نحكي فيه عن موضوع كتير مهم، يمكن منبلش فيه من ذاتنا لما بنحكي نحنا قدي عنا يمكن رغبات ممكن نحنا ما نكون منتبهين لها، ومنقول إنه هي رغبات يمكن تكون دفينة نحنا بالواقع منا معترفين فيها بشكل كتير كبير. مواقع التواصل الاجتماعي كمان سلمى قديش تلعب دور كتير كبير، إن كان بقدرتنا على التركيز أو حتى بتشتيت انتباهنا بطريقة ما. صحيح فرح، ويمكن أوقات بنحكي إنه نحنا في كتير شغلات بنحبها وفي شغلات نتمنى نوصل إلى، بنسمع فيديوهات تحفيزية على مواقع التواصل الاجتماعي، بس أوقات بنقول يا الله قد هالفيديوهات حلوة بس صعبة إنه تتحقق، أو نحنا يعترى بنقدر نعمل نفس اللي عم بيقولوا أو لا. أكيد سلمى رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتورة شفاء صوان، اختصاصي نفسي اجتماعي. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتورة، ويسعد أوقاتك. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير بيهم يمكن كل الناس، اللي هو التركيز وخطوات التركيز، كيف أنا بركز على شيء بدي إياه لحتى أقدر أوصل له بحياتي، شو ما كان هذا الشيء، نفسي، اجتماعي، مهني، أي شيء من الأشياء اللي أنا ممكن أكون بحبها. خلينا نتعرف أكثر اليوم عن التكرار ودور التكرار بالوصول أو جذب شو أنا بدي بالحياة. تمام. هلأ أهم شيء فكرة التركيز هي بتعمل على إلغاء شيء وتخيل شيء، ويعني أني أنا أؤمن بشيء كمان وأدركه. الفكرة الأساسية بفكرة التركيز أني أنا أعرف شو بدي، شو أنا بإيدي، شو أنا أمتلك، مو أنا شو ناقصني أو شو الشغلات اللي ما بإيدي أو الشغلات اللي أنا مفتقدة. فكرة التركيز أنا بركز على الشيء اللي أنا بدي إياه، مو الشيء اللي أنا خايف منه. كتير إحنا أوقات بدنا نفوت مشروع أو بدنا نفوت مجال معين او بدنا نسافر او نعمل اي شيء بحياتنا، في شغلتين، في رغبات وفي مخاوف. اذا كانت مخاوفنا اكثر من رغباتنا فهي حتعيقنا عن اي شيء بالحياه وما حنقدر نتجاوزها، اما اذا كانت رغباتنا اكبر من مخاوفنا حنقدر نتجاوز اي مخاوف، وحتكون بالنسبه لنا كثير بسيطه لانه بيكون مثل الطفل. الطفل ما عنده مخاوف، عنده فقط رغبات، عنده رغبه بانه يتعلم، رغبه بانه يتطور، رغبه بانه يعرف اشياء كثير عن شغلات كثير بحياته بمر فيها. فالكتير مهم فكرة التركيز بأنه نحن ندرك بعقلنا الواعي شو بدنا، وبعقلنا اللاواعي الغير محدود أنه أنا بقدر ساوي أي شيء وبقدر أعمل أي شيء مجرد ما آمنت فيه ولقيت شيء مرايته جواتي. نحن فينا نفرق بين المخاوف المنطقية اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار وبين المخاوف يمكن اللي هي اسمها مخاوف ممكن تكون غير منطقية، ممكن تكون تهيؤات، ممكن تكون يمكن عدم القدرة على تجاوز الصعوبات. تمام. كيف هلأ في مخاوف مرتبطة بالماضي، مرتبطة بتجارب معينة، مرتبطة بشيء معين ممكن مرينا فيه بحياتنا، فكل ما كانت مخاوفنا منطقية، وكثير أوقات غالبية المخاوف هي غير منطقية لأنه هو الإنسان بيخاف من شيء، الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان بيخاف من الشيء اللي بيجهله، فأنا لما بعرف هذا الشيء المعرفة هي بوابتنا لحتى نتجاوز هذا المخاوف إلى رغباتنا والأشياء اللي نحن إذا عرفنا ذاتنا ومواهبنا حنتجاوزها، لأنه نعرف الأشياء كل امرئ ميسر لما خلق له، كل إنسان عنده شيء بذاته مختلف عن كل الناس اللي حواليه، فهو بيقدر معرفة
معرفته لذاته، معرفته لظروف واقعه اللي حواليه، معرفة الأشياء اللي هو بيقدر يساويها، الاحتياجات والاهتمامات اللي هي حواليه، فهو لا يقدر يسقل شيء جواته ويظهره يعني للحياة يعني. أكيد، وهون يمكن بيجي يمكن دور الإنسان بمراجعة أفكاره ليعرف شو الصح وشو الغلط، كيف هذا الشيء بيحسن نوع حياته ونوع أفكاره. خلينا نحكي عن هذا الشيء. هلأ الإنسان مثل البذرة فيها كل شيء، لكن مجرد ما نزرعها ببيئة مناسبة أو أنا بخلق البيئة المناسبة، لأنه في أوقات هلأ عم يحولوا البيئة الصحراوية إلى بيئة بتقدر تزرع، يعني نحن اللي بنخلق هي البيئة بإيماننا بذاتنا. فكرة مراجعة الأفكار، نحن أوقات بنتبرمج على أفكار خاطئة، أفكار سلبية، بنتبرمج من أهالينا، من بيئتنا، من التلفزيون، من مثلا من السوشيال ميديا، بأفكار معينة نحن ما بتخلينا بتعيق، لأنه والله الأمور ما منيحة، والله في أزمات، والله في كذا. لا، ما بقول أنا شو الشغلة اللي عندي فيني مميزة، فيني استثمرها بهي الأزمات وإني أقدر أعمل شغلات معينة. مثلا كتير في اختراعات، الحاجة أم الاختراع، في كتير اختراعات طلعت بهي الأزمات، فهي بتخلق كمان نوع من التحدي الذات ونوع من الإبداع، يعني نوع من الذكاء الفطري، لأنه هو الذكاء اللي هو بيساعدنا على التكيف مع أي ظرف أو أي مع أي شيء نحن بنمر فيه. فكل ما كان الإنسان مدرك لذاته وعارف لإله، كل ما قدر هو يتجاوز أي شيء ممكن بمرونته الفطرية، بمرونته اللي الله عطانا إياها، يلي هي غريزية إنه نحن نتجاوز أي شيء بذكائنا الفطري. نعم، كثير بنسمع كمان دكتورة عن العقل الواعي والعقل اللاواعي بالتركيز، خلينا نعرف شو هو هذا المفهوم وكيف فينا نزيد من قدرة الوعي والتركيز عنا. هلأ العقل الواعي هو عقل مدرك، بيعرف شو بده وشو الأشياء اللي، وهو عقل منطقي، بينما العقل اللاواعي هو عقل غير محدود، إنه هو فينا نتخيل فيه، فينا كل الشغلات اللي نحن نتخيلها بالعقل اللاواعي هي رح تتحقق بالعقل الواعي إذا عرفنا كيف أنا بدي حققها. فمثلا اللي اخترع المصباح الكهربائي هو كان عقله لاواعي إنه في شيء بده يضوي، بس كيف أنا ضل يخترع بكل شيء بحياتنا. نحن عنا عقل واعي وعقل لاواعي، فنحن احنا لما اوقات قيودنا افكارنا بتقيدنا، اوقات البرمجه الاجتماعيه اللي تبرمجنا عليها، طريقه صح. التربيه، مخاوف معينه طلعت بحياتنا هي بتخلينا ما نكون ناجحين بالشيء اللي نحن بدنا نعمله بحياتنا. فكل ما كان الانسان عرف شو بده بالحياه وقام مخاوفه على طرف وركز على عقله اللاواعي بالخيال وعقله اللاواعي بادراك الاشياء اللي ممكن هو يستثمرها بشخصيته وبنفسه لحتى يتجاوز ليكون إنسان ناجح ومرن بالحياة، فهون وقتها بيكون عمل شيء عظيم يعني. وهون بدي أسألك عن الفرق، بما أنك قلتي عن البرمجة، الفرق بين البرمجة والإدراك. يعني اليوم مثل ما حكيتي نحن مبرمجين أحياناً بكتير شغلات من أول ما بنخلق لنكبر إنه هي هيك، من دون ما نناقش أو نفكر فيها أو نحللها. طيب هي هيك، هي بتنفع إلي، مناسبة إلي أو لا، أنا فيني غيرها. في ناس بتخاف تغير أي شيء بحياتها مشان ما تصطدم بكلمة ليش عملت هيك أو ما بيصير تعمل هيك. هلأ البرمجة إنه تعودنا على أكلة معينة، شربة معينة، طريقة حياة معينة، نحب شيء أو نكره شيء، هي كلها برمجة. نشوف الأشياء بمنظور معين، نحن تبرمجنا أهلنا أحيانا أو منظور حدا بحوالينا بيئتنا. الإدراك هو أنا أدرك هذا الشيء إنه هو إيجابي أو سلبي وأقدر غيره وأصلحه. هون إدراكي لهذا الشيء هو اللي بيخليني أتجاوزه لشيء أفضل، إصلاح الشيء. يعني دائما أنا بكون دائما كلياتنا بنتعرض لأشياء تفسد فينا مع مرور الزمن، أوقات تراكم القصص، أوقات عدم إنه نحن عدم السعي لأي شيء هو هذا بيخلي عنا يعني ركود، مثل البحيرة وقت تركض ما عاد تصير صالحة للحياة، بينما لما بتكون صالحة للشرب، بس لما بتكون دائما متكررة ودائما عم تمشي فهي دائما صالحة للحياة، صالحة للشرب، صالحة حتى الحياة اللي حواليها بتكون أفضل أكثر حياة. فكل ما كان الإنسان واعي ومدرك على الأشياء والأفكار اللي هو عم يستوعبها، عم يسمعها، عم يشوفها. أوقات في كتير ناس حوالينا مثلا بيكرهونا بشيء معين أو بيكرهونا بطريقة فكرة أو بيحببونا بشيء سلبي، مثلا بيحببونا مثلا السهر بقصص معينة، بأغاني معينة بتشجع على الحب السلبي أو اللي ما هو حب ما ليس حبا. الفكرة أنا هل أنا قابل لهي الفكرة ولا أنا لا، أنا عندي هذا الإدراك أني أقدر أني ما أسمع
اسمع هيك اغاني لانه انا راح اعرف انه هي راح تبرمجني على شيء واقع سيء، لاني انا مثل ما بسمع مثل ما بشوف مثل ما بصاحب الناس مثل ما بقرا انا راح يكون هي اي شيء هذا انعكاسي لافكاري ولحياتي. فكيف نحن بنختار؟ مثل ما بنختار احسن شيء بنلبسه واحسن شيء بناكله، كمان كثير مهم نختار احسن فكره هي بتناسبنا، هي بتنمينا بتطورنا. اي فكره لا تساعد على نمونا وتطورنا هي فكره فاسده، يجب وضعها في سله المهملات. اي فكره بتساعد على النمو والتطور والعيش ب انه انا بكون مرتاح نفسيا ومشاعريا، فهون هي الفكره معناتها فكرة صائبة باخذ منها وبكتر كمان. الدكتورة الغريب انه بنشوف كثير من الاشخاص يمكن عندهم رغبات معينة بيتجاهلوا هي الرغبات وبيحاولوا يظهروا بصورة ثانية، كيف فينا نحن نحدد شو هي رغباتنا الصحيحة، رغباتنا الحقيقية ونجاهر فيها بدون أي مشكلة؟ طبعا في حال كانت هي الرغبات هي رغبات محقة ويمكن رغبات طبيعية وحق من حقوق الإنسان. تمام، هلا رغباتنا لما بتكون ناتجة عن فطرة عن الشيء اللي أنا انخلقت فيه، أنا كل إنسان هو له طريقة وأسلوب وتفكير مختلف عن كل الناس، فهو استثماره ومعرفته لذاته هي اللي بتخليه يختار الخيارات الصح ورغباته، وما في شيء نحن عنا حرية باختيار مشاعرنا، باختيار أنا عندي حر إني أنا أكره أو أحب، عندي حرية بإني أنا أشعر مشاعر الخوف أو لا، مشاعر الرغبة، رغبة بالشيء اللي بدي أحققه، لأنه أي هدف بدنا نحطه بحياتنا في مشاعر، في شغلتين بدنا نشعرها، مشاعر خوف ورهبه، وهدول الاثنين بيعملوا توتر، وهدول التنتين بيعملوا توتر ايجابي، مثلا خوف لانه نفشل بخلينا ننجح، بيخلي عنا مشاعر بس ما يكون يغلبنا الخوف، بنفس الوقت مشاعر الرغبه كمان بتخلينا ناس نطمح الى ما نريد بمحبه، بنضل ما بنيأس، بنكرر المحاولات لحتى نوصل للشيء اللي نحن بدنا اياه، والشيء اللي بيشبه جواتنا يلي ما تبرمجنا عليه اللي هو نابع عن ذاتنا الحقيقيه. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتورة شفاء على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى اكيد الناس تقدر توصل لنفسها من جوا لانه هي الكنز الحقيقي لحتى تكمل حياتها. شكرا لك يا ميت. هلا شكرا لك دكتورة ونهارك حلو. اما هلا فرح رح نروح للادقيه والمؤتمر الطبي الخامس عشر للرابطه السوريه لامراض الغدد الصم في فندق لميرا، والتفاصيل مع علا ناصر. أمراض الصغار والكبار وآخر المستجدات التي توصلت إليها الأبحاث الطبية في مجال الغدد الصم، محور بحث وطرح ونقاش ضمن المؤتمر الخامس عشر للرابطة السورية لأمراض الغدد الصم في فندق لاميرا باللاذقية. فالمؤتمر مهم جدا لعدة أسباب، أول شيء انعقاده في مدينة اللاذقية ويبقى للاذقية طعم خاص في المؤتمرات. الموضوع الثاني هي لغنى المحاضرات الموجودة ولنوعية الأطباء الموجودة، أطباء الغدد من الأطباء اللي نحن بنفخر فيه هون على مستوى الوطن العربي والعالم. النشاط العلمي على مدى يومين، طبعاً في تقريباً كل أطباء الغدد الصم والسكري بسوريا بيكونوا مشاركين بهذا المؤتمر، جزء كبير منهم أكيد محاضرين. اللقاء علمي بامتياز واجتماعي كمان، نحن بنحكي الفترة الأخيرة عن أهم مستجدات في علم الغدد الصم والسكري، علاج أهم شيء علاج الأطفال وعلاج المسنين، وشو شيء جديد اللي بنقدمه لمرضانا بهالمجال، ونحن هدفنا الأساسي والأخير هو مصلحة المريض ومصلحة الإنسان. المؤتمر رح يحكي عن المستجدات في أمراض الغدد عند طرفي العمر، موضوع شوي جديد نناقشه، رح نحكي عن أمراض الغدد عند الأطفال اللي صعب أنه نتعامل معه وعند المسنين كبار العمر. محاضرات نوعية لأخصائيين في هذا المجال بهدف تبادل المعرفة والخبرة. كل المؤتمرات الغدد إن كان غدد إن كان صب مهمة جدا للطبيب الممارس. ليش؟ لأنه بيشوف شيء جديد، بيتذكر القديم، فهي مهمة جدا. وثانيا لقاء مع الأطباء ونشوف كيف المدارس، مثلا المدرسة الأمريكية، المدرسة الأوروبية، المدرسة الروسية، نشوف الاختلافات من بعضها، نوصل للحقيقة كلها لصالح المريضة. فأهمية هالمؤتمر كل شيء فيه جديد بالعالم، من يعني تشخيص للأمراض، من معالجات جديدة للأمراض، إن شاء الله رح نشوفها بهالمؤتمر، خصوصا أنه في نخبة من الأساتذة والأطباء من داخل القطر ومخارجها. المؤتمر بنسخته الخامسة عشرة يشهد مشاركة واسعة لأطباء مختصين من مختلف المحافظات السورية للارتقاء بالواقع الصحي ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة المتعلقة بالغدد الصم.
ونختم سلمى مثل ما تعودنا دائما بيمكن اكثر الشغلات الشائعه اللي بيحاولوا الصبايا بشكل عام يسالوا ويستفسروا عنها لحتى ياخذوا اجابات منطقيه واجابات شافيه من اهل العلم مثل ما بنقول. واليوم كل سيده مع التقدم بالعمر سلمى في حاله خوف نوعا ما من اثار التقدم بالعمر، ان كان على الوجه على الشعر على اي تفصيل ممكن يسبب يمكن بعكس العمر الصح للمراه، هون بيكون في حاله خوف نوعا ما. صحيح فرح، اليوم رح نحكي عن تقنيه اللي هي البلازما وحقن البلازما واي الاعمار المناسبه لها، وهل فعلا كل ما تقدمنا بالعمر بخف الاستفاده ام لا، وغيرها من التفاصيل والايجابيات والسلبيات رح تعرفنا عليها اختصاصيه الجلديه جيهان ادريس. اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتك. الله يسعدكم، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن البلازما يمكن صرنا نسمع بشكل كثير كبير بالفتره الاخيره على البلازما وأهمية البلازما، خلينا نعرف بالأول شو هي ولأي درجة هي آمنة مشان نطمن كل الستات اللي بيحبوا يعملوا وياخذوا نتائج إيجابية بنفس الوقت. هلا بالبداية بنحب نعرف عن البلازما، هي عبارة عن سائل كهرماني لونه مايل للصفار، في مجموعة بروتينات وهو في كل مكونات الدم ما عدا الخلايا الحمراء لأنه لونه هو أصفر، يعني فيه كل مكونات الدم. وفيه مجموعة من البروتينات وخلايا الجذعية وهي اللي بتجدد خلايا البشرة. كمان هي البلازما يعني ما عادت انه موضوعها بس انه هي اصلا اخترعوها للمفاصل للركاب، هي خلايا جذعية بتجدد خلايا، ما بالك اذا حطيناها لحنا بالبشرة تعطينا طبعا نتائج احلى واحسن يعني. طيب خلينا نحكي شوية تفاصيل عن هل هي بتناسب كل انواع البشرة، بتتقبلها بنفس الشكل او لا؟ هلا هي بتناسب كل البشرات، كل البشرات الحساسة الجافة، بس الجافة اللي مثلا إذا واحدة معها أكزيما بالبشرة بوجههم أو صدفية أو وردية ما بتتناسب معهم، إذا في حب شباب ما بتتناسب مع حب الشباب أبدا يعني، هذا عنده حب شباب تحقن له بلازما بالعكس بتضري. البشرات الثانية إذا عنا جفاف بالبشرة بتعطينا ترطيب، عنا تصبغات بالبشرة، عنا ندب ما بيحكوا عن الندب او علامات الجروح، هلا هي ما بتعطي فائده 100% بس هي بتعطينا فائده نوعا ما، لو نسبه بالنسبه للندب لو 20% بتعطي. قد ممكن نحتاج لجلسات معينه لحتى نحن نحس بنضاره البشره بالتغيير اللي بتطلبه كل سيده؟ احنا اقل شيء لازم نشتغل على 6 جلسات، بين كل جلسه وجلسه 15 يوم. بين كل جلسه وجلسه 15 يوم لحتى نحن نريح البشره، لانه احنا البشره وقت بنعمل الجلسات بتتهيج. في عنا غازات ابار، عنا تورمات بصيروا بعد الجلسه مباشره، مشان هيك بنريح البشره غير 15 يوم، معكم 15 يوم للشهر فينا نعيد الجلسه. طيب نحن عاده كم جلسه بيحتاج الواحد لحتى يحس بالفرق ولا لا ممكن جلسه واحده يفرق عنا المريض؟ هلا بتختلف على حسب الحاله، يعني اذا انا مثلا عندنا وحده بشرتها كثير نضره ما عندها اي مشاكل بالبشره بنعمل لها جلسه واحده هي لزياده يعني بس البروتين او لزياده فيتامينات ببشرتها، بس اذا كان عندنا مشاكل على حسب بقى المشكله كل ما احنا بنعمل عدد جلسات بنفرق. هلا في ناس بتكتفي على 4، في ناس بتكتفي على 6، هي طبيعه البشره هي اللي بتحكم. يعني انا بتجي المرضى اللي قديش انا بدي اعمل عدد جلسات، لا انت اللي بدك تحكي لي مو انا. يعني انت كل ما بتشوفي حالك مستفيده وامورك تمام بس هي اكيد حتستفيد، يعني حتشوف حالها انه انا عم شوف فرق، انه انا ما بس مثلا وقت عم حط كريم عم حط ما عم شوف شيء، ما عم لاقي فائده، بس وقت عم بعمل عدد الجلسات عم شوف كل جلسه عم حس فعلا في فرق. مشان هيك احنا ما فينا نحكم على عدد الجلسات غير هو المريض نفسه اللي بيحكم. تمام، في اشخاص معينين ممكن تحذريهم من البلازما ممكن يكون هو عامل سلبي مو ايجابي مثل ما نحن متوقعين؟ هو نادرا بس الناس اللي بيكون عندهم الحالات اللي بيكون عندهم شيء امراض بالدم بنقول لهم يعني يفضل انه ما يحقنوا بلازما لانه اصلا عندهم مشكله. العمر له دخل؟ العمر ابدا ما له دخل، يعني بس احنا فينا نقول من فوق ال 15 16 لانه الاطفال ما رح يتحملوا غزازة الابار وهي القصص. اصلا اذا بنقول الصبايا بعمر ال 15 او ال 16 شو ممكن يعتازوا بالبلازما؟ يعني بتكون مثل ما بنقول البشره فتيه، البشره طفله لسه ما تعرضت يمكن لاي حاله اجهاض، حتى المكياج ممكن ما تكون تعرضت. هلا احيانا بتجيكي حالات تكون عندهم حالات فقر دم
يعني بتلاقي فيها هالة سودة تحت، بنت عمرها 15 سنة بتلاقي فيها هالة سودة تحت عيونها. والبلازما بتساعد كثير على موضوع الهالة السودة، أو بيكون عندهم شحوب باللون بوجههم. يعني إحنا بنقول لهم إنه في ناس طبعا بنمشيهم مع كورس دوائي، بنعطيهم حب، بنعطيهم تونكزيت، بنعطيهم حديد، بنعطيهم أوميغا 3، بنعطيهم دواء بالإضافة. نطلب تحاليل عامة قبل ما نبلش طبعا البلازما. طبعا مفروض هيك. طيب خلينا نحكي قديش بتضل تأثير البلازما، يعني اليوم أنا أخذت الكورس العلاجي لقديه بضل لحتى أرجع مرة تانية بدي أعمل البلازما، قديه بيأثر؟ هلا هو الموضوع أنه إحنا جسمنا مستهلك، أنه أنت بعد ما نعمل هاي الجلسات بإذن الله يعني هنا عم تتحمل معنا سنتين تقريبا، عم تلاقي بشرتها حلوة ونضرة، بس في النهاية أنت جسمك مستهلك، عم تسهري، عم تتعبي، عم تشربي قهوة، يعني في عندك أطفال، العوامل الجوية، العوامل النفسية كلها بتلعب دور، بترجع بتمتص هذا الشيء اللي إحنا حطيناه ببشرتك، يعني بالنهاية أنه جسمك مستهلك. مشان هيك يعني يفضل إحنا بنقول لهم بعد ما نخلص الكورس 6 جلسات أنه إحنا نعيد جلسة كل سنة مرة أو كل 6 شهور مرة لنحافظ على هاي اللي إحنا عملناه. طيب برأيك شو هي يمكن أكثر البشرات يلي بتتناسب وبتعطي نتائج إيجابية مع البلازما؟ هلا هي يعني البشرة العادية أكثر وحدة يعني هي اللي بتتناسب مع البلازما، بس طبعا اللي احنا عم نقول هي علاجية، معناتها إذا عندنا بشرة فيها عندها تصبغات، بشرة جافة، بشرة حساسة كثير بتستجيب معنا، بس ما عدا مثل ما قلت لك اذا كان عندنا امراض يعني امراض اكزيما او صدفيه بالبشره نفضل انه بعد، او البشره الدهنيه نحن ضدها. طيب خلينا نحكي عن الفرق بين حقن البلازما وبين مواد اخرى. هلا حقن البلازما، المواد الاخرى هي الميزوثيرابي. هلا الميزوثيرابي هو مجموعه فيتامينات تنحقن مباشره بالبشره. البلازما هي خلايا جذعيه، يعني هاي الشيء وهي الشيء، بس هن الاثنين اذا انحقنوا مع بعض بيعطوا نتائج كثير حلوه. يعني إذا جبنا بلازما وخلطناها مع فيتامين سي أو مع فيتامين إي تعطي نتائج كتير أحلى. هي هاي الفكرة، يعني ما في فرق بالاثنين لأنه نفس طريقة الحقن، يعني أو نفس طريقة مثلا كيف ندخلهم على البشرة، نفس طريقة الإدخال، يعني يا بالدرمابين يا بالدرمارولار يا مباشرة بالإنجكشن، يعني أنه حقن. طيب كثير بنسمع، ما بنعرف اذا صح طبعا هذا الكلام، انه الاشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم هن استجابتهم او استجابه بشرتهم ممكن تكون اقل من باقي الاشخاص، هل هذا الشيء صح؟ صحيح. لا يعني هن عندهم فقر دم وبكون الدم عندهم ضعيف وضخ الدم ضعيف والحديد عندهم نازل، عشان هيك احنا يفضل دائما قبل حقن البلازما. اذا يعني هلا هسه بتجيني وحده ما يعني باين ما عندها لا عندها شحوب باللون لا عندها هاله سوداء بس حابه تيجي تعمل لها نظاره، احنا شوي بنحب نوفر على المريض انه ما في داعي نعمل له فحوصات او نعمل له تحاليل، بس وقت تجيكي وحده عندها هاله سوداء سوداويه وعندها شحوب باللون يعني اكيد باين عندها مشكله، مشان يفضل اول شيء انه تعمل تحليل، نعطيها الدواء المناسب لها، شوف كورسات حديد، كورسات دم، شو لازمها، بعدين نحقن لها بلازما. طيب دكتوره خلينا نحكي عن اهم النصائح اللي بتوجهيها لكل السيدات اللي بيحبوا يعملوا بلازما بمختلف الاعمار طبعا وانواع البشره. هلا احنا بننصحهم قبل ما يعملوا بلازما بيومين ثلاثه اقل شيء 3 ايام يركزوا شوي على الفيتامينات تبعاتهم، على الفواكه اللي بدهم ياكلوها، على الخضار اللي بدنا ناكلها، نكثر شرب مي، اذا كانوا مثلا اذا كان عندنا مرضى بياخذوا اسبرين انه يوقفوا الاسبرين قبل بيوم، بس هي النصائح اللي بنقول لهم اياهم قبل البلازما. بعد البلازما يفضل انه مثلا ما نغسل وشنا لمده 4 ساعات، ما نتعرض للشمس، نحاول ناخذ مضادات وزمه بس مو دوائيه، يعني ناكل اناناس لان الاناناس مضاد وزمه طبيعي، بس هي الشغلات اللي بناخذها، ونبعد عن اشعه الشمس لمده اسبوع قدر الامكان قد ما بنقدر يعني. اكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها ونتمنى لك نهار حلو. حبيبة قلبي الله يسعدكم يا رب، شكرا على الاستضافة اللطيفة. أهلا وسهلا، شكرا لك. أكيد لسلمى لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مع ضيوف المتنوعين، نتمنى أكيد نكون قدمنا لكم كل المتعة والفائدة. بقية نهار حلو للكل، موعدنا بكرة بنفس التوقيت، وبألف خير ونهار حلو لك سلمى. نهارك سعيد فرح ونهار سعيد لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا، لا تنسوا تراسلونا لأي معلومات بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا، ضلوا بألف خير وباي باي.